طبعا الكل يعرف انه الكليه الصناعيه هي تقريبا القسم الوحيد اللي حاليا يعمل بمستشفى تكريت التعليمي بعد احداث داعش الارهابيه. تعرضت المستشفى الى دمار كبير تقريبا 100%، لكن بجهود دار الصحه صلاح الدين والتعاون المحافظه ووزاره الصحه كانت اول قسم انفتح في مستشفى تكريت التعليمي تقريبا بشهر الثالث 2016، يعني بعد التحرير تقريبا باربع اشهر. المشكله اللي واجهناها انه اعداد المرضى وبشكل يعني زاد بشكل غير طبيعي، يعني كنا قبل احداث يعني ب 2013 و2014 تقريبا كنا كل شهر اعداد غسل المرضى تقريبا 250 مريض، حاليا بالشهر تقريبا 1000 الى 1000 وكسور مريض، يعني زاد العدد اكثر من اربع اضعاف. طبعا هو هذا يعني نزيل عدة أسباب، سبب أنه الوعي عند الناس زاد، الأجهزة عددها يعني زاد، الخدمة الطبية تطورت، هاي كلها أسباب ساعدت أنه أعداد المرضى يزيدون. نفس الوقت إحنا نطمح أنه نكون ودنا نشتغل ويا وزارة عن طريق دارة الصحة طبعا ويا وزارة الصحة لفتح مراكز جديدة، وبالفعل تم فتح مركز ديلزة في مدينة بلد. حاليا نطمح إلى أن نفتح في الشرقات وفي قضاء الدوز، يخفف شوي عنه، يخفف الزخم ويخدم أكو مرضى هواية، تدري صعوبة التنقل، المسافة بعيدة، فحاليا الاتجاه بعد البلد الشرقات والدوز.